البطاطا بالسمنة والسكر والعسل، يعني حاجة كده حلو، صنف حلو بس جميل. المطلوب حوالي 150 جرام سكر، 8 معالق أكل، يعني تقريبا تقريبا 8 معالق أكل، كوباية لبن، علبة قشطة حوالي 125 جرام أو 150 جرام، و 150 جرام سمنة، وحوالي معلقتين جوز هند. احنا هناخد الخليط دوت وهنحطه في الخلاط مع بعضه من غير جوز الهند طبعا، ونضربه كله مع بعضه. ده الخليط بعد ما حطيناه في الخلاط وضربناه مع بعضه في الخلاط، وهنحط عليه البطاطا بعد ما نقشرها. طبعا احنا الخليط اللي احنا عملناه دوت حطينا عليه كيلو ونص بطاطا، وعلى حسب بقى، لو البطاطا حمرا بتبقى مسكرة شوية أكتر فتقللي يعني كمية سكر تتقلل، لو البطاطا بيضة بنزود كمية سكر شوية، وعلى يعني لما نضربها تاني في الخلاط تبقى عاملة زي المعجون كده. هندوقها تاني ونشوف إذا كان محتاجة سكر ولا لأ. ده شكلها بعد ما عملناها في الخلاط. طبعا افكركم تاني بالمقادير، احنا قلنا 150 جرام سمنه، كوبايه لبن، حوالي 150 جرام سكر، علبه قشطه، وكيلو ونص بطاطا. طبعا لو حد حابب يحط عسل ده على حسب الرغبه. جوز الهند طبعا هنحطه على الوش بعد ما تستوي وتطلع من الفرن. احنا دلوقتي هنحطها في طبق، ده قبل ما نحطها على طول الفرن، وده تقريبا سمكها، يعني بتبقى سمكها حوالي مثلا في الصينية 2 سنتي. هنحطها في الفرن درجة حرارة 200 220 لمدة نص ساعة، ما تبقاش على الفرن على طول، يعني في شبكة تحتها، وبعد نص ساعة نطلعها ونوريها لحضراتكم. ولو الوش ما اتحمرش كويس بنطلعها تحت الشواية. ده البطاطا بعد ما طلعناها، طبعا شكلها تحفة يعني، وبالهنا والشفا. ممكن تتاكل طبعا سخنه، ممكن تتاكل بارده. انا سبتها حوالي تقريبا 40 دقيقه على الفرن و10 دقايق تحت الشوايه. بالهنا والشفا.